مشاهدو قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من امام اكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. لا زال احتجاج اساتذة التعاقد من اجل المطالبة باسقاط التعاقد. شوفوا معنا شنو واقع هنايا امام اكاديمية استنفار امني كبير، وحضور كل من عناصر القوات المساعدة والسلطات الأمنية والسلطات المحلية من أجل هذا الوقفة. الضحية في هذا الشيء كامل هما تلاميذ اللي مازال ما خداوش النقط ديالهم ديال الدورة الأولى، ومازال ما خداوش النتائج، وما تحطوش لهم حتى النقط في المسار. هذا الشيء اللي كيخليهم يضيعوا الدروس ديالهم ويضيعوا في النقاط ديالهم. الله يدير شي تاوي ديال الخير. وشوفوا معنا شنو واقع لحظات الاحتجاج امام الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين. استنفار امني كبير هنايا، تواجد كل من العناصر الامنيه وعناصر القوات المساعده والسلطات المحليه وعناصر الوقايه المدنيه. الله يدير شي تاوي ديال الخير، وكنتمنى على انهم يفكوا المشكل في اقرب وقت، لان التلميذ هو الضحيه في هذا الشيء كامل. فالاساتذه ديال التعاقد كنوع من الاحتجاج ما بغاوش يحطوا النقط في المسار. التلاميذ كاين اللي عاجبو الحال لانه مازال ما عرفش حق الحياه، وكاين اللي ما عاجبوش الحال، والوالدين اللي كيتازموا في هذا الشيء كامل. خصهم يديو ولادهم يقريهم المؤسسات الخاصة، خصهم يديروا لهم دروس الدعم والتقوية، وهادشي كامل لأن الأستاذ المتعاقد يدير وقفات احتجاجية أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. يعني تقريبا 4 ديال الوقفات في الأسبوع بدون توقف، يعني حتى كيدخلوا العناصر الأمنية عاد باش كيغادروا المكان. الله يدير شي تاوي ديال الخير، وكنتمناو من الوزاره الوصيه باش دير تدخل في اقرب وقت، لان التلميذ هو الضحيه في هذا الشيء كامل. الاساتذه ديال التعاقد رافضين التعاقد، التلاميذ مازال ما فاهمين والو. الاساتذه كيجيو كيديروا الوقفات 4 ديال المرات تقريبا في الاسبوع، التلاميذ ما كيقراوش، التلاميذ ما كيتحطوش لهم النقاط في المسار، وهذا نوع من الاحتجاج. والان في هذه الاثناء اساتذه التعاقد كنشوفهم كيبركوا في الارض، مازالين صامدين ومازال كيطالبوا باسقاط التعاقد. الله يدير شي تاوي ديال الخير، والله يصوب للجميع. شكرا لرجال الامن على المجهودات المبذوله من طرفهم النهار كامل، وهما هنايا امام الاكاديميه، هما اول ملتحقين واخر من كيغادروا الأكاديمية. الوقفة مازالت متواصلة، أساتذة التعاقد مازال واقفين، مازال كيناضلوا على قبل إسقاط التعاقد. العناصر الأمنية والقوات المساعدة والسلطات المحلية والوقايه المدنيه حتى هما مازال حاضرين هنا في هذه الوقفه هذه. الله يدير شي تاوي ديال الخير، والله يصوب للجميع.
كنتمنوا من الوزاره الوصيه دير تدخل في اقرب وقت. انا ما يمكنش هاد الناس هادو يجيو يبقاو واقفين ديما اربع المرات في الاسبوع، يجيو يبقاو واقفين امام الاكاديميه، العناصر الامنيه حتى هما يجيو يبقاو واقفين نهار كامل هنا، فخاص تدخل في اقرب وقت. الله يدير شي تاويل ديال الخير. شكرا لهاد الرجال على المجهودات اللي كيقوموا بها، تبارك الله عليهم والله يطول في عمرهم. وغنوصلوا على نهايه هذا البث المباشر، نلقاكم بث اخر ان شاء الله، تبقاو على خير.